أعزائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم من جديد على القناة الرقمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. اليوم سوف نتطرق لموضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع الطرق السيارة. فمن منا لا يستعمل الطرق السيارة؟ ومن منا لم يستفد من الطرق السيارة؟ هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني، وكذا في فك العزلة عن عديد من المناطق، سوف يقربنا منه السيد أنور بن عزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. أهلا وسهلا سيد بن عزوز. أهلا وسهلا. مرحبا بك سيد بن عزوز. أولا وقبل أن نتطرق إلى العديد من النقاط التي تهم هذا القطاع، تحدثوا لنا عن حصيلة الإنجازات التي قمتم بها خلال الفترة بين 2012 و2016. أهم إنجازات الطريق السيار للشركة الوطنية للطرق السيارة في 2012-2016 هي تدشين طريق السيارة برشيد بن ملال، وكذلك تدشين الذي سيكون إن شاء الله في 2016 لطريق السيار جيدة آسفي والطريق المداري للرباط. بالنسبة لطريق السيار آسفي الجديدة، أين وصلت هذه الأشغال؟ طريق السيار جيدة آسفي هو طريق على طول 140 كيلومتر، مقسم إلى ثلاث أجزاء. فالجزء الأول هو من الجديدة إلى الجرف الأصفر انتهى تماما، والجزء الثاني من الجرف الأصفر لسيدي إسماعيل هو سينتهي بعد شهر أو شهرين إن شاء الله، والطريق الجزء الثالث هو سيدي إسماعيل آسفي انتهى تماما. فإن شاء الله في صيف 2016 يمكن ستكون مفتوحة أمام المستعملين. هناك أيضا من المشاريع التي قمتم بإنجازها خلال هذه الفترة الطريق المداري الرباط ثلاث خيرات، تحدثوا لنا أين وصلت هذه الأشغال بالنسبة لهذه الطريق؟ الطريق المداري للرباط من عين عتيق، يعني من جهة ناحية الصخيرات إلى قنطرة الجسر المعلق للرباط، قد انتهى تماما. والأشغال حاليا مكثفة من الجسر إلى سلع، فإن شاء الله في صيف 2016 ستكون مفتوحة إلى على صيف 2016 سوف يكون واعدا إن شاء الله. إن شاء الله. تحدثتم قبل قليل عن القنطرة المعلقة، هذا المشروع المهم الذي قمتم بإنجازه، أين وصلت أشغاله؟ هو الجسر المعلق هو أول جسر من ناحية التقنية في المغرب. هو طوله 950 متر وقد انتهت أشغاله. انتهت. فهو رهين بانتهاء طريق المداري. فالطريق المداري بعد أمام لا يمكن فتحه إلا بعد انتهاء طريق المداري حتى يستعمل. أما الجسر فهو تماما منتهي وجاهز. نعم. وبالنسبة للإجراءات التي تقومون بها يعني لتطوير الخدمات المقدمة لمستعملي الطرق السيارة، ما هي الإجراءات التي تقومون بها وما هي الخدمات التي تقدمونها لمستعملي الطريق؟ مستعمل طريق السيار بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة هو أساسي بالنسبة لنا، وهو في قلب المنظومة من حيث المعلومات. فقد أطلقنا في 2014-2015 نظام جواز من القنيطرة إلى برشيد، وسوف يتم تعميمه ببداية شهر مايو إن شاء الله على مجمل الطريق السيار من طنجة، مراكش وأكادير. سيكون هناك تأخير بالنسبة لفاس وجدة، وهذا سيسمح لمستعملي الطريق السيار أن ربح وقت مهم في الأداء. نعم. وما هي الإجراءات التي مثلا يقوم بها المواطن لكي يحصل على جواز المرور في طرق السيارة؟ نحن نقوم بتكتيف مناطق التي يمكن للمستعملي طريق السيارة الحصول على جواز. فهناك في الرباط في مكان طريق السيار مكان خاص بجواز، وهناك في المناطق في بوزنيقة في القنيطرة في جل المناطق نعمل يعني نعرض. إذن تقومون بتقريب الخدمة من المواطن. وأهم شيء هو حينما يتم اقتناء جهاز جواز ممكن للأشخاص أن يعبئوا هذا الجواز عن طريق انترنت. نعم.
عن طريق البطاقة البنكية أيضا. تماما. إذن سيدنا عزوز، لابد أن بناء الطرق السيارة يحتاج إلى تخصيص موارد مالية جد مهمة، كيف تقومون بذلك وهل هناك شراكات مع قطاعات أخرى في هذا الميدان؟ هو طريق السيار يعني كلفته حسب المناطق تتراوح ما بين 40 مليون درهم للكيلومتر حتى 80-90 مليون درهم للكيلومتر. الشركة الوطنية لطرق السيارة تعتمد على القطاع الخاص في بناء طريق السيارة، وحظوظ الشركات الوطنية كثير جدا، فأكثر من 33-40% من الشركات الوطنية هي التي تبني الطرق السيارة. دور الشركة الوطنية لطرق السيارة هي تحديد نظام الجودة لطريق السيارة وتحديد السلامة المفروضة لمستعملي الطريق السيار. فنحن نباشر الأشغال من بدايتها إلى النهاية. إلى نهايتها، والشركات الخاصة هي التي تقوم بإنجاز يعني وبناء الطرق. مؤخرا قمتم بتدارس عقد برنامج بين الشركة وبين الدولة، أين وصل هذا العقد؟ هذا عقد برنامج الأخير كان 2008-2015 والذي انتهى تقريبا. كان هناك تطمري البرشيد هي التي لم نقم بأدائها في إطار العقد البرنامج السابق، فقد أعطينا كل الاقتراحات لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك التي هي مسؤولة عن عقد البرنامج، وننتظر ردها لتحديد جديد. نعم. تماما. نعم. وماذا عن المشاريع المستقبلية التي تقومون سواء بدراستها أو التي هي في طور الإنجاز؟ هناك مشاريع كثيرة تم دراستها، فنحن جاهزين تقنيا وجاهزين حتى من ناحية يعني كيفية تمويل هذه المشاريع، ولكن الرأي الأخير يرجع إلى وزارة التجهيز، هي الوزارة الوصية على القطاع. نعم. سيد بن عزوز، من المستجدات التي قامت بها الشركة مؤخرا هو الإعلان عن افتتاح أكاديمية الطرق السيارة، والتي تهدف إلى تكوين أطر أو مهنيين في قطاع الطرق السيارة. تحدثوا لنا عن هذا التكوين وعن المستهدفين من هذا التكوين. الشركة الوطنية للطرق السيارة تجاوزت 25 سنة من حيث النشأة، وتقريبا اقتربنا من 1800 كيلومتر، وهذا كان بسبب وجود كفاءات مغربية وطنية، بعض منها راح للتقاعد وبعض الآخر راح لشركات ثانية، ولكن الكفاءة والمعرفة يجب أن تبقى عند الشركة الوطنية. فأنشأنا مركز تكوين حتى نتمن ونحافظ على كل هذه التجربة ونمررها للأجيال المقبلة. فكل أبناء الشركة الوطنية معنيون بهذا التكوين، وسوف نعممه على كل الأشخاص الذين يعملون في الطرق السيارة حتى لو لم يكونوا من أبناء الشركة الوطنية، وسنعممه على الأفارقة الذين سيقومون بنفس تجربة المغرب في بناء طرق السيارة. إذن هناك آفاق لتعاون جنوب جنوب بين شركة الطرق السيارة والدول الإفريقية. وقد بدأنا بالفعل، وعندنا شراكات مع شركة يابانية في هذا الإطار وشركات أوروبية في هذا الإطار، وهذا هو دور الشركة الوطنية أنها تكون يعني واحة إشعاع وطني على الجنوب. السيد بن عزوز، شكرا على قبول الدعوة وإلى فرصة مقبلة بحول الله. شكرا لك. مرحبا. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة وأضرب لكم موعدا لاحقا بإذن الله. إلى اللقاء.